أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. كيف نقبل أن يضيع دم شهدائنا دون أن تثور دماؤنا للانتقام من السفاحين القتلى؟ دي كمان من ضمن الممتلكات يا حضرة الضابط. كل العذاب والألام هتنتهي لو قبلتي تشاركيني حياتي. إيه؟ ده يعيش هنا بزيته وشحمه؟ يا سيد مبروك، ما أقدرش أبيع لك العجلة ب 3000 جنيه، دي مفصولة لي ب 15000. يا من تكريم. ما شاء الله، ما كنتش متصور إن هشوفك بالشكل ده. كل يوم حد لازم يخرجوا من الصبح ما يرجعوش قبل المغرب، وكل شيء مدروس. تشاهدونه في الأوقات التالية.